حابب أشكر مؤسسة صناع الحياة دمياط على تنظيمهم إيفنت من فخ الفخ لطلاب الثانوية العامة للتعريف بالكليات، وحابب أشكرهم جدا على استضافتهم ليا وعلى المجهود اللي بيبذلوه. شكرا صناع الحياة دمياط. زياد الحصري هو حاصل على المركز الثالث في مهرجان إبداع في المجال الثقافي، مشارك ببرنامج العباقرة الموسم الثالث ومقدم محتوى على اليوتيوب بقناة زياد الحصري. فتعالوا مع بعض نشوف زياد هيقول لنا ايه. طيب محدش قال انا كلية ايه، تعرفوا انا كلية ايه؟ اشمعنى قلت كده؟ طيب حتى اني يعرف خلص. طيب تمام قولي. طب في اتنين تمريض هنا. طيب في فيديو كده هنشوفه مع بعض مدته دقيقتين بالظبط، لو نفتحه كده معلش. حلو الفيديو ولا ايه؟ حلو؟ يعني ايه تمريض؟ اما اقول كلمة تمريض ايه اللي بيجي في بالك او انت بتفكر في ايه؟ بصوا قبل اي حاجة كده، انا واحد بحب الناس جدا وبحب اتكلم فنتشارك مع بعض. ايه اللي بيجي في بالك لما اقول كلمة تمريض؟ مش سامعين؟ انا بقول ايه اللي بيجي في بالك اما انا اقول كلية تمريض؟ لإيه؟ ماشي. ايه تاني؟ سرنجة. ماشي ايه تاني؟ تمام. ايه كمان؟ تمام. ايه تاني برضو؟ طيب كل ماشي كويس برضو. كلية التمريض يعني سرنجة، ممرض، واحد بيدو حقن. ناس كتير بتقال ان التمريض محدش عارف انا بتخرج اسم ايه وانا بعمل ايه اصلا. كل ده هنجاوب ان شاء الله في الفقره بتاعتنا النهارده. في الاخر خالص هدي كده وقت معين ان احنا نسال بعض فيه. بس قبل اي حاجه عايز اعرف حاجه كده، كم حد فينا عمل اختبار التمريض قدرات للتمريض من اللي قاعد؟ ما حدش عمل. طيب عموما ان شاء الله ربنا يقدرني واقنعكم، لسه في تقريبا حوالي 5 ايام على باب التقديم يقفل، فان شاء الله احاول اقنعكم. قبل اي حاجه كده، دخولك مرحله الجامعه هتفرق معاك جدا جدا جدا. السوري انا ما عرفتكوش بنفسي، زياد الحصري طالب الفرقه الثالثه كليه تمريض جامعه دمياط. زي ما قلت قبل كده، دخولك مجال التمريض او مجال الجامعه بشكل عام بيفرق معاك جدا، بيعلم المينتاليتي بتاعتك. سواء بقى دخلت تمريض، دخلت بشري، علاج، اي كليه قدامك، انت خلاص سبت مرحله وداخل على مرحله تانية. دخولك مجال التمريض بشكل خاص شويه ده بيفرق معاك. مبدئيا كده انت اللي بتحط الخطه العلاجيه والمريض اللي بيمشي عليها. ربنا هو يعني هو اللي سخرك انك تكون سبب في ان المريض يعني يدعي لك دعوه حلوه، ان انت تخفف المه، ان انت تطمنه. وزي ما قلت قبل كده برضو بيدعي لك دعوه حلوه، دي عند ربنا ثوابها كبير جدا. اول حاجه لازم نكون عارفينها ان كليه التمريض كليه اقليميه. يعني ايه اقليميه؟ لو احنا من دمياط يبقى لينا الحق بس ندخل كليه تمريض جامعه دمياط،
لو انا اسكندريه ادخل تمريض اسكندريه، ما ينفعش انت المنصوره تدخل اسماعيليه او القاهره. اول حاجه الكليه اقليميه، الدراسه عندنا عباره عن 5 سنين، 4 دراسه واحده امتياز، طبعا على عكس المعهد، المعهد بيكون 2 سنين و6 شهور بس. هنتكلم عنه او الفرق بينه وبين تمريض في الاخر، بس المعهد انت اسمك ممرض، كليه تمريض انت اسمك اخصائي تمريض. سمعت هنا من كذا حد بيقول انت اسيستنت للدكتور وانت بتدي حقن وسرنجه، ندخل في الكلام ده بس مع بعض. قبل اي حاجه طبعا عايز اتكلم عن المواد بتاعتنا. عندنا ميكس كده ما بين علاج طبيعي، ما بين بشر، ما بين علوم، ما بين كل الكليات الطبيه، مواد ميديكال ومواد نيرسينج. زي ما اتفقت معاكم، مين هنا اول علم علوم يرفع ايده كده؟ طيب عدد كويس. زي ما قلت قبل كده انا بحب اتكلم مع الناس وبحب الناس تتكلم معايا. سؤال كده على السريع، العظمتين اللي هنا دول اسمهم ايه بتوع الاحياء؟ انا مش بتكلم في دي، هما يقولوا معلش. لا علوا صوتكم شويه. ايه كعبره وايه؟ تمام مظبوط. طيب العمود الفقري فيه كام فقره؟ كام؟ لا مش 12، مش 15. انتوا مش مذاكرين ولا ايه؟ لسه سايبين الامتحانات من اسبوعين. 33. نركز، القطنيه والعجوزيه. نبدا من اول هنا، 7 و12 و5 و5 و4. تمام، الحاجات دي موجوده عندنا في ماده اسمها الاناتومي او علم التشريح. تمام. طيب سؤال تاني، عارفين هرمون الجي اتش؟ الهرمون ده لو زاد في فتره البلوغ ايه اللي بيحصل؟ لو زاد زياده عن الطبيعي يعني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة اسمها تضخم أو أكروميجالي. أنت أكيد ممكن تكون نسيتوا الكلام ده. باختصار الكلام ده عندنا في مادة اسمها الفسيولوجي. كل ثانوية عامة، كل أحياء ثانوية عامة موجودة عندنا في كلية التمريض بس بالإنجليش. هنا الكعبرة والزند عندنا اسمهم ألنا وريديوس. هنا عندنا في القدم الساق والشظية اسمهم عندنا إيه؟ تيبيا وفيبولا. تمام؟ دي بالنسبة للمواد الميديكال اللي عندنا. عندنا مايكرو، عندنا بارا، عندنا فارما، عندنا هيستو، عندنا أي حاجة فيها أولوجي يعرفوا إن هي عندنا. دي المواد الميديكال. تمام؟ نيجي بقى الأقسام. عندنا 9 أقسام. إحنا مختلفين شوية عن كلية طب بشري، إحنا بندرس كله بس مش بنتخصص. في الآخر خالص أنت وحظك اتعينت في قسم تقريبا نسا، تمام، بطنة، تمام. الأقسام دول من أمتع وأحلى وأروع وكل حاجة حلوة تقولها قولها. 9 أقسام. هندرس أول حاجة البطنة والجراحة، كل الأمراض اللي ليها علاقة بالدايجستيف سيستم أو الجهاز الهضمي. نتكلم بقى عن الحاجات، الأمراض اللي بتكون موجودة في المعدة، وكمان ما ننساش الريسبيروتوري سيستم، الجهاز التنفسي. تمام، دي البطنة والجراحة. تدرس في سنة تانية حاجة اسمها النساء والتوليد، تدرس كل الأمراض المتعلقة بالنساء من أول عملية الفيرتلايزيشن وتكوين الزيجوت لحد نمشي عملية تكوين الفيتس أو الجنين لحد ما يكون في نورمال ديليفري أو ولادة. ده غير بقى المسنين والحالات الحرجة والحاجات اللي بتكون موجودة في المستشفيات للطوارئ. تمام، خلاص انا دخلت درست الاناتومي ودرست 9 اقسام ال4 سنين بتوعي. يتبقى لي حاجه اسمها سنه امتياز. انا مش باخد الشهاده بتاعتي غير لما غير لما انا انزل المستشفى اتدرب سنه الامتياز دي. السنه دي تنزلها في المستشفى. لو انت من الناس الدحيحه شويه يعني انت ليك الحق انك تنزل مستشفى 57 357 او مجدي يعقوب للقلب. لو انت من الناس الدحيحه، لو انت واحد على باب الله كده زيك زي اي حد هنزل في كفر ابو معزه، بس لازم اجباري تنزل. تمام، خلاص احنا اتخرجنا، ده احنا الامتياز بتاعنا. قدامك كذا طريقه. مبدئيا كده انت ليك تكليف، ودي الحاجه اللي بتميز كليه التمريض. كليه التمريض يعني زي ما روان كانت بتقول كليه اثار، مش مضمون الشغل فيها، بالعكس انا عندي انت بتتخرج بتشتغل. دي حاجه احنا ممكن نكون يعني نقصنا شويه في المجتمع بتاعنا اليومين دول، مفيش شغل، فواحد بيدور على شغل. نسيت برضه اقول حاجه، يعني هو مين فينا مش بيحب الفلوس؟ انت مش بتحب الفلوس؟ كلنا بنحب الفلوس. فلوس التمريض كويسه جدا جدا جدا، بس لو انت مجتهد. لو مش مجتهد عادي زيك زي اي حد. خلاص زي ما اتفقنا خد الامتياز بتاعنا، قدامك كذا طريقه. لو انت عايز تسافر سافر، ماجستير، زمالات. هنتكلم عن السفر. لو انت حبيت تسافر دوله عربيه مفيش اي مشكله، السفر مفتوح وبيطلب. لو انت عايز تسافر دوله اوروبيه بالتحديد المانيا، بيطلبوا على طول كليه تمريض في المانيا. بتعمل حاجه امتحان اسمه نيكليكس ار ان. الامتحان ده اول الترجمه الحرفيه ليها الرخصه الدوليه لمزاوله مهنه التمريض. امتحان كده بتمتحنه وتبدا تسافر وتوكل على الله. ده باب السفر. نيجي عند حاجه تانية، انك تحضر ماستر ودكتوراه وتكون اسمك دكتور. زي ما انت فات اسمي اخصائي تمريض، تكون اسمك دكتور بعد الماستر. ازاي؟
في واحدة اسمها الدكتور تابيتا شوكاي. تابيتا شوكاي دي وزيرة الصحة السودانية ومسكت وزير الدولة لشؤون الموارد المياه والكهرباء، مسكت وزير في منصبين في الكهرباء والصحة. دي خريجة كلية التمريض، خريجة كلية التمريض. في حاجة تانية اسمها زمالات ودبلومات، الناس برضو بتجري عليها شوية. في حاجة اسمها زمالات أطفال مدتها 3 سنين، انت بتتخصص في كل حاجة ليه علاقة بأمراض الطفل. حاجة اسمها زمالات الإرواء القلبي بتكون مسؤولة عن كل حاجة ليه علاقة بالكارديو فاسكولر أو بالقلب بشكل عام في المستشفى. زمالات النساء والتوليد دي الناس كتير بتسألها، انت بتعملها مدتها 2 سنين وليك الحق انك تفتح عيادة للتوليد الطبيعي بس مش القيصري، تمام؟ في حاجة اسمها دبلومة جودة وإدارة، دي لو انت بتخاف من الدم شوية انت شغلك بيكون كله إداري. انا كان في ايفنت قبل كده وقلت كلمة كده، ان البنات يعني او مش البنات يعني المجتمع عايز ايه؟ عايز واحد باشا في نفسه، واحد ظابط. فللشباب والبنات برضو، انت ليك الحق انك تدخل اكاديمية شرطة عبارة عن 6 شهور، بتتخرج ملازم اول اخصائي تمريض، تمام؟ ومرتباتها اكيد عارفين مرتبات العسكرية بتكون عاملة ازاي. وبتبدا تتدرج برضو. في مدرس كده قال لي كلمه يعني بتاع ثانويه عامه، قال لي يا تخليك قد حلمك يا مين حبيبي، طبعا يا تخليك قد حلمك يا تخلي حلمك على قدك. انا مش جاي اقنعك بكليه التمريض، انا جاي بس انا مجرد رسول بقول لك كليه التمريض دي بتتكلم عن ايه او عباره عن ايه. انت تختار، محدش يقول لك كليه التمريض صعبه ولا علاج صعبه ولا بشري صعب، انت بايدك تخليها صعبه وتخليها سهله. زي ما قلت لك انا مجرد رسول وانت تشوف انت حابب ايه. زي ما اتفقت الايفنت ده او الفقره دي هتلاقيها موجوده على اليوتيوب ان شاء الله لو حد عايز. وبرضو لو اطلب منكم بعد اذنكم لو تصوروا الكيو ار ده عشان ان شاء الله لو تدخلوا تشوفوا الايفنت ده تاني، او لو مش متاح معاكم في اسم القناه ودي صوره الشانل عندي، تمام؟ وبرضو القناه دي مش خاصه بالتمريض، يا ريت لو كلكم تصوروها. بتكلم عن مرحله الجامعه بشكل عام والانشطه، ازاي تطور السي في. زي ما قلنا في الاول انا شاركت في برنامج عبقره جامعات الموسم الثالث، مركز اول جامعه دمياط طالب مثالي وغيره من الانشطه. القناه بجد هتفيدك بشكل كبير. انا كده خلصت، وزي ما قلت لكم برضو قدامكم فرصه في 5 ايام بالظبط. لو قدمت النهارده على اختبار قدرات تمريض ممكن تجي تمتحن بكره وتقدم. فبس انا كده خلصت، وتحت امركم في اي سؤال. وزي ما ياسمين قبل قالت الفيدباك انا بحب اسمعه برضو، تحت امركم في اي حاجه. حد عنده اي سؤال؟ تمام، شكرا، اتفضلي. تمام، على السريع كده، كليه تمريض 5 سنين، انت بكالوريوس مؤهل عالي، معهد تمريض انت مؤهل فوق متوسط 2 سنين بس وبتشتغل. بتاع معهد تمريض لو رتب على دفعته بيبدا ندخل كليه التمريض، طبعا صعب شويه. والدول طبعا بيكملوا من سنه وتمريض، اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي وتمريض، بعد كده اولى معهد وثانيه معهد 5 سنين، وبيدخل على ثانيه كليه تمريض ثاني، يبقى دخلنا كده في 9 سنين. الطريق طويل شويه، مؤهل فوق متوسط ده بيفرق مع الشباب. لو انت ليك مثلا سنه جيش دخلت معهد، دخلت 2 سنين كحد ادنى، ممكن يزيد كمان، في حين كليه التمريض سنه واحده جيش. تمام؟ تمام؟ اتفضلي. بيبقى دكتور؟ زي ما قلت لك في كذا طريقه، من اول الماستر وبعد كده بتكملي للدكتوراه، وزي ما اتفقت قبل كده بتفتح عياده للتوليد الطبيعي بس، انت مسماك الوظيفي اصلا اخصائي تمريض، زي علاج طبيعي اخصائي علاج طبيعي. انت معاكي ماستر ودكتوراه، انت دكتور عادي مفيش فيها اي حاجه، لكن وانت تدرسي في الكليه انت مش دكتور. خلال دراسه انت مش دكتور في الكليه، مع الوقت بتطور من نفسك تاخد لقب دكتور. اتفضلي. تمام. بايه؟ انا زي ما قلت احنا بندرس في الكليه باطنه وجراحه، فانت اصلا بتكون يعني على القدر الكافي بالمعلومات الخاصه بالسكشن او بالقسم بتاع الجراحه. وزي ما قلت احنا مش زي بشري، احنا بندرس كله، وفي الاخر خالص انت وحظك، جالك تعيين في جراحه تمام، جالك في نساء تمام، زي ما يجيلك. لا مش محتاج، انت تدرس في الكليه كل حاجه برضه حسب رغبتك انت. لو انت في المستشفى انا حابه مثلا الجزء ده، او لو في مثلا عجز في القسم الفلاني انت بتشتغلي فيه. تمام؟ في اسئله تانيه؟ زي ما اتفقت القناه قدامكم، وهستنى ان شاء الله الكومنتات بتاعتكم. شكرا.